خلي يكون معانا نجوم الفن مع رامي ليلة يجمعنا ناخدهم مشوار قضي أحلى نهار ناخدهم مشوار قضي أحلى نهار نفهمش الأخبار خلي يكون معانا مع رامي أحلى مع رامي أحلى شوفوا كيف نهاروا رافضهم يا ومكتوروا ومنعرف شو أخباروا ومنسمع شو بيقولوا أسرار مخباية نجموا عنده حكاية أسرار مخباية نجموا عنده حكاية تبعونا للنهاية خليكم معنا مع رامي أحلى مع رامي أحلى مرحبا كيفكم رجعنا لكم بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه وبالعافيه وعلى بلدنا الحبيب وعلى كل الناس اللي عم يشوفونا اليوم حلقتنا رح تكون حلقه مميزه مع صوت من الاصوات السوريه الاصيله اللي رح تتفاجئوا بانه كان في يعني تعتيم ما بعرف شو رح سمي لكم اياه ان شاء الله نقدر نسلط ولو ضوء بسيط اليوم على الفنانه اللي رح تكون ضيفتنا لهذا اليوم تابعونا غفيان ان اسمي بتجرحه لسه الوقت بكي في الورد خلوا الشهيد بمطرحه تراد الوطن الوطن مثل الومر بعد القمر نعسى معرف اسمي مثل ختيار غايب من رمحو خلوا الشهيد مطرحو تراب الوطن غالي تراب الوطن على عيونه السهر تأخر على مدرسته تأخر على رفاته مثله مثل دفتر رسم خلصه وجراس عم ترن ترتل الأذان العصر سافر مع العشقان تكتب قصيدة حب على الحيطان على الحيطان
مرحبا. يا هلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ وين شايفك انا؟ والله ما بعرف. تطلعي بالراديو؟ تطلعي بالراديو شيء؟ لا، التلفزيون. ما يطلبون المستمعون؟ ايه. انا اسف اول شيء على التاخير، بس لانه ما بتتخيلي قد ايه في عجقه. معك حق. وشوب كثير مو طبيعي. اصلا هذا مو شوب، هذا بروفا لجنة. كيفك؟ شو اخبارك؟ منيحه الحمد لله. قاعده هون ناطره الو شيء؟ قاعده عم بستناك والله. هون هذا المكان الو وقع عندك شيء؟ بذكرك بشيء؟ ايه اكيد. ايام كنت صبيه وكذا؟ لا، وقت اللي كنت هيك بيبي. جاي عندك شغل بالتلفزيون؟ إيه مثل ما قلتي لي. ايه تمام. ان شاء الله في شيء جديد يا رب. ان شاء الله يا رب. هلا عم نجهز لعده امور، ان شاء الله تكون في خير. خير خير. شو بيعني لك هذا المبنى؟ الانطلاقه الاولى. الانطلاقه الاولى. الانطلاقه الاولى. يعني صح ما انعرفت من خلاله، يعني ما انشهرت كشام كردي، بس بديت من هون. انا بعتبر حالي انه انا بنت الهيئه. بس يمكن انظلمتي. انظلمت هذا ما انا اللي بقدر احكي عنه، بس انظلمت. ايه يعني بالوقت اللي في ناس كانوا اقل مني سبقوني باشواط، وعلم اني انا كنت بديانه قبل منهم، بس للاسف هي بترجع حظوظ، والحظ بالاخير وصلني لهون. يعني يلا الحمد لله هو ان تصل متاخرا. تمام. انا حققت، ولو يعني انا صح ما حققت كل شيء بدي اياه، بس بديت اول خطوه. شكرا الله. ايه مشان هلا نستفتح وبعدين نروح على اللوكيشن الثاني، لانه انت حتقضي شغلك هون وبعدين نكمل. شو عبالك؟ عبالي 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 افطر. جوع. صرنا اثنين. مين عازمنا بس؟ اخس ايام اللي كان الزلمه يعزم بطلت. هلا صار في مساواة؟ ما انتوا عم تطالبوا بالمساواة؟ خلص على حسابي، تكرم. يلا قل لي شو عبالك؟ عبالي يعني باعتبار انه هلا انفتحين عيوننا، فهلا والله ما عم يتفتحوا. فهلا يعني السرعه شوي بطيئه، فانت اعطيني المعلومه وانا اكمل انطلق. اريح غني. اريح غني. هيك شو بيخطر على بالك الصبح انك؟ هلا بالمجمل الصبحيات انا بعشق شيء اسمه فيروز. فيروز صح. انا بس ما بتحبي تغني لفيروز؟ مو ملعبي ما يعني. بس ممكن غني الشيء اللي قريب لإلي من أغانيها، مثل هلا أغنية ليلية بترجع يا ليل. حلوة. صح نحن هلا الصبح، بس رح أغنيها. ما بيأسف. فيروز بكل زمان ومكان تنسمع. حلوة بكل الحالات. ليلي بترجع يا ليل، وبتسأل عن ناس، وبتسقيهم يا هالليل كل واحد من كاس. غبلك شي ليلي يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل. ليلي العينين السود بطلوا يبكوني، اخدوني على صوت العود، غني وغنوني. قلتلي خبيني بقلبك وانسيني، يا زهر القناطر فتح هالميل وهالميل. غبلك شي ليلي يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل. الله الله. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الفل، يا صباح القشطة. عظمة على عظمة. عظمة على عظمة يا ست. ان شاء الله هيك صباح الخير، ان شاء الله يكون اليوم نهارك حلو ان شاء الله بوجودك وبوجود كل الموجودين بهالعمل ان شاء الله. حييكم، حيي كل الموجودين معنا. تتفضلي لوين؟ ولا ما بعرف هلا انت عندك شغل تلفزيون، بعدين بنروح بنكمل على اللوكيشن الثاني. اوكي يلا. موافقتي؟ اتفقنا. يلا. وهلا وصلنا على الشام القديمة مثل ما أنتي بتحبي، على سوق ساروجا، هذا المكان الجميل على بق الشام. تمام. شو رأيك بالقعدة أول شيء؟ لا آخر رواق، أنا بحب هيك أجواء، أنا بحب كل شيء عتيق مثل الشام. دائما هلا يمكن زحمة الشيء اللي عم بيصير بضل في حنين للشيء العتيق. طبعا طبعا هو الأساس، نحن دائما بنحب نرجع للأصالة، وهذا الشيء اللي أنا حتى عم بشتغل عليه بمجال الفن.
ما له قديم ما له ما له جديد اكيد طبعا. هلا بدنا نرجع لورا شيء 5 6 سنين منيح انك يعني لبداياتك بالطلاق تحكي لنا اول مره اشتركتي بالمدرسه بداياتك كيف او قبل كمان هلا بدنا نحكي كيف اكتشفنا القصه في عندنا صوت حلو نجوى اختي الكبيره نجوى اختك كانت تجمعكم معكم معسكر مغلق طبعا تقعد تغني اغاني فيروزيات والاغاني هي وجورجيت صايغ وسلوى قصري فتغني هي باعتبارها ان هي السولو فنحن نغني ككورال أيوة. ونحن كنا اصغر شيء أربعة اطفال يعني اعمارنا 6 سنين 7 سنين انا يمكن كان بهداك الوقت عمري شيء 6 سنين فتلمنا مع بعض نقعد هي تغني ونحن نكرر وراها ففعلا كل واحد مننا حتى اللي ما فات مجال الفن اخذ شيء منا يعني شيء مثل ما بيقولوا اخذ نظافه الاذن في شيء اخذ انه بيحفظ الكلمه بسرعه بيفكك الكلمه معناها لانه في بعض الاغاني مثل الاغاني طبعا. العراقيه بده حدا يكون مركز تركيز دقيق لحتى يقدر يفهم معنى الاغنيه شيء حدا اخذ قوه الشخصيه هلا كانت اختي عندها قوه الشخصيه هي اللي كانت العائق بالنسبه لها ما خليتها تفوت مجال الفن لانه حقيقه الفن وتحديدا الغناء بده قوه شخصيه جميله كثير كمان صوتها حلو بس هي قوه شخصيتها هون يعني مش استقلال فيها ابدا بس ما عندها الجرأة توقف قدام جمهور وتشوف تقابل العالم بشكل مباشر وتغني قدامهم انا اخذت الشغله اني انا انه في الحمد لله يا ربي بشكر الله انه اعطاني نعمه الصوت والحضور وقوه الشخصيه على المسرح هاي هون بديت هذا الطريق بعدين اشتغلت القصه بالمدرسه ايه طبعا بس علما ما حدا قال لي انه انت صوتك حلو مبدئيا ما حدا قال لي نهائي بس حسيت اني انا في عندي شيء لازم يطلع فاكتشفته من خلال مشاركتي بالمراحل الدراسية بمرحلة الطلائع ومرحلة الشبيبة شاركت بمهرجانات شاركت بعدة مهرجانات وطنية وغير وطنية ضمن الفعاليات شو كنت تغني وقت أغاني هيك بهداك الزمن الجميل بهداك الوقت جوليا كانت معلقة ايه كانت كثير وقت بهداك الوقت أغنية الأغاني الوطنية اللي كانت معروفة من خلالها جوليا بطرس مثل أغنية يا شعب اليوم وقف وهالأغاني هي اللي كثير إلها ونرفض نحن فهدول أغاني كثير كنت أحب غنيها علما أني أنا بهذاك الوقت ما بعرف شو عم بعمل بس حس حالي أني أنا عم بعمل شيء عم كون شخصيتي هون حسيت حالي أني أنا هون مكاني يمكن ما أقدر كمل دراستي أنا وصلت للمرحلة الثانوية بس ما كملت بس كان عندي هاجس الأساسي هو الفن هلا بدنا نسمع شيء لجوليا جوليا هاي الاغاني الوطنيه اللي كان لها هيك يعني هلا بدك ترجعني لورا بدي اتذكر منيح يعني اكثر من 10 سنين بنرفض نحن نموت قولوا لهم رح نبقى بنرفض نحن نموت قولوا لهم رح نبقى ارضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى هو قلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب هو قلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب هلا نحن يمكن جيل تربينا على هاي الاغاني تمام وتعلمنا كيف نكون في عنا هيك تمسك بالارض وتقدير لشيء اسمه العلم تقدير لاسمه الوطن تقدير لشيء اسمه القائد منظومة يعني الطلائع البعث واتحاد شبيب الثورة يعني ربينا على هاي الاناشيد كثير كبيرة طبعا وانا بوجه لانهم كانوا المعلمين الحقيقيين لهالجيل كامل وحتى بهداك الوقت يعني على مستوى انه نوقف نسمع او نغني النشيد الوطني نوقف بمنتهى الاجلال والتقدير حتى يعني نكون حافظينها من اولها لاخيرها هلا بهذا الزمان للاسف يعني هذا الجيل شوي بعد عن القصه ما عاد عنده هالتمسك بدلة الفتوة كان الى هيبتها الى وقاره عنا وعند كل شيء حدا واقف يعني عم يتابعنا او عم يقودنا كاساتذه ومدرسين، بهذاك الوقت عالم ثاني، بتمنى مدرس الفتوه لما اللي يدخل على المدرسه يزت الابره بسمع لك شيء، انا بمره على ذكر استاذ الفتوه بهذاك الوقت كان في شيء اسمه ممنوع انه مثلا تقص غره على مستوى صبيه او تكف البنطلون او تطلع بدون جاكيت من دون ما تكون لابس كنزه العسكريه. فصدفت في مره هي بدي خلتني ارجع فيها لورا مرة من مرات حبيت اني انا غير شيء بوشي فقصيت غرة صغيرة
انا بس ما كنت عارفاني انه بيصير وما بيصير، بعرف انه في شيء ممنوع بس مو لهالدرجه، لاني انا ماني مقذره بحالي. ففايته من باب المدرسه ما لقيت الا غير مدربه العسكريه الله يوجه لها الخير، انا لهلا انا بقدرها وبحترمها وبتمنى اني انا التقى فيها. طلعت فيني قالت لي شلون بتقصي غره؟ مسكت لي الغره وراح تفرم لي اياها. قلت لها لا مشان الله لا تقصي لي. قالت لي انت ما بتعرفي انه هون في نظام عسكري بتمشي على اساسه؟ قلت لها انا بعرف بس حبيت اغير. قالت لي يا بتقصيها هلا بتخليني اقص لك اياها، بقص لك اياها من عرقها يا بترفعيها لفوق. قلت لها لا خلص خلص برفع لك اياها. ولهلا انا في عندي هذا هاجس احترام الاساتذه، رغم يعني في افاتره من الفتاه ممكن يكون الاستاذ او المدرسه في شوية قساوة، بس هي القساوة لمصلحتنا نحن كجيل. أكيد أكيد. لو ما أسسونا على الأساس ما بيكون عنا احترام ولا تقدير للي أكبر منا حتى ولا اللي أصغر منا. صح. هدول الناس يعني بس سلتي فيهم بالطريق. هلا بدي أحكي لك شغلة صارت معي من أنه فتحتي حديث. تمام. كان في فعالية باللادية فقدموني، فأنا بتفاجأ إنه مدير المدرسة اللي كان على أيامي صار مدير طلائع. حلو. فانه بعد ما رحبت كذا فقلت لهم بدي اشكر استاذي وكذا، هو مو متذكرني يعني مرق على راسي. دائما الطفل لك شيء، الطفل دائما بيخزن بباله ناس اللي كانوا هو وصغير اكثر من هو وكبير، فيمكن انت ضل ببالك اكثر ما هو ضل بباله انت، باعتبار انه كثير مرق عليه اجيال وكثير. فنحن ما مرق على راسنا الا هالمدرس. هذا المدير الاستاذ حكمت. انه كثير انبسط، حسيت الفرحه بعيونه انه انا عم بشكره. حلو. انه انت كان لك فضل على الشيء اللي وصلنا هو لي. حدا لك بقول لك شغله، دائما نحن هذا الشيء يمكن نحن طبعنا على احترام الناس، حتى لو بعد وقت بضل عندك هذا الهاجس انك انت تحترم هدول الاشخاص لانه ربوك وعلموك. عن جد هلا انا لهلا في عندي حاله انه انا وقت بشوف استاذي، مرات التقيت في استاذ تاريخ بالمرحله الثانويه هو كان استاذي، فالتقيت فيه بمكان عملي باعتبار اني انا بالاساس موظفه باحد دوائر الدوله، فصفت انه في له معامله ثق تماما. انا ما لازم احكي عن حالي بس وقفت وقت شفته، وقفت على حالي مثل كاني واقفه ورا مقعدي وعم بستقبل استاذي، علما انه هو خلص يعني قطعنا مرحله يعني لا له علي ما له في شيء اسمه استاذ وطالب، بالعكس. بس وقت اللي شفته حسيت حالي اني انا رجعت طفله مثل الاول ورجعت مثل زمان، ومن واجبي اني انا ردت له جميله او رد العرفان او اشكره بطريقه ما او اخرى. صراحه بطريقه ما نقدر طبعا طبعا هذول الاشخاص انا بحسهم اضافه لشهدائنا الله يرحمهم، هن كمان رسل سلام عم يربوا جيل عم ياسسوا جيل لبعدين. فانا من جوات قلبي بشكر كل استاذ كل معلمي كل حدا حط بصمه فيه، وبكل حدا له دور وله بصمه بهالبلد جد. اكيد. باليابان في يوم الاساتذه بيغسلوا لهم رجليهم طلابهم. يستاهلوا عن جد، هي نوع من التقدير والعرفان. هذا شيء يا ريت يكون يعني هلا نحن عم نحاول قدر المستطاع انه نقدرهم من خلال كل واحد بموقعه. عم بحكي لك انه انا وقت شفته لهذا الشخص صرت بدي اركض، اللي هو استاذي، صرت بدي اركض مشان اخدمه باعتبار اني انا الموظفه وهو صاحب المعامله، فصرت انا بدي اركض بس مشان لبي رجع او جزء. صح. من اللي قدم لي اياه بمرحله من المراحل فتره دراستي. هذا الوفاء كثير بحسسك بانه نحن بسوريا. الحمد لله ان شاء الله يا رب دائما ان شاء الله دائما نتمتع نحن كسوريين بالحب وبالوفا وبالعرفان بالعرفان لكل حدا سواء صغير ولا كبير، لكل حدا حط ايده بايدنا، لكل حدا نصحنا ولو بكلمه. هذا اللي بتمنى ان شاء الله يا رب. بدنا نروح على مرحله ثانيه. سمعتي انه بإذاعة دمشق في برنامج نادي الهوان. شو هلا هو باعتبار بهذاك الوقت اللي هو من 5 سنين، ما بدي كبر حالي. 5 سنين الا ربع. فباعتبار انه بهذاك الوقت ما كان في برامج لاقتطاع او جذب الهواة. ولا هلا ما في عندنا بسوريا يعني ما غير شيء. كمحاولة ولو بسيطة. فكان هذا البرنامج بمرحلته الأخيرة، راح أذكر السنة
هي بسنة 98. انطلب وقتها بهذاك الوقت انه يجوا طلاب او هواة يقدموا اصوات، وهيئة الاذاعة والتلفزيون مستعدة لدعمهم ولا يعني بتعرف التفاصيل. فكان عندي اياها انه لازم يعني اني شارك بهيك شغلة، وفرصة باعتبار اني انا لسا هوايتي لا تتعدى المنزل او المرحلة الثانوية او الاعدادية. شوفي انه هاي الموهبة تطلع للنور. تمام. فكان عندي حاجة وحلم اني انا اوقف قدام العالم وحط بصمتي وارجي العالم اني انا عندك شيء، في عندي شيء، في عندي موهبة لازم تظهر. تم في اعلان انه اصوات لهيئة الاذاعة والتلفزيون، فرحت شاركت. فكانت الاستقطاب او الفحص الاصوات كان بمركز التدريب الاذاعي والتلفزيوني بهذاك الوقت، وكانت اللجنة عبارة عن ابراهيم جودة الله يرحمه، وعبد الفتاح تكر كمان الله يرحمه، والله يطول بعمر الاستاذ عصمت رشيد. فكانت هي اللجنة، وكانت الفرقة بهذاك الوقت ولا زالت، وانا هلا بوجه لهم تحية، فرقة هيئة الاذاعة والتلفزيون بقيادة عبد الوهاب عثمان. وانا ما بحب اني انسى حدا مشان ما حدا يزعل مني او يقول انه والله نسيت العالم اللي كانوا معنا. مقدم البرنامج كمان الله يطول عمره، الله يطول بعمره، ومقدم وموعد محمود جمعات كمان بوجه لهم تحية. استاذي محترم جدا جدا. وشاركت بهذاك البرنامج، وطلعت من بين ال 11 شخص. كان في اكثر من 100 صوت حضران من كل المحافظات، مو بس من محافظة دمشق. ووقتها غنيت اغنية يا اهل العشق دلوني لديانا حداد. كان عندي هاجس انا انه كل حدا بيغني جبلي او بيغني شعبي هو التوب، هو المطرب وغيره لا لا هذوك يعني عم يتعلموا هذنك باعتبار انه انا جديده ما بعرف شيء. هلا قبل ما تكفي خلينا نسمع يا اهل العشق. يا اهل العشق يا اهل العشق دلوني وين الصبر ينبع، ليش رد ما على عيوني وانسى اللي خانوا با. يا اهل العشق يا اهل العشق وين الصبر ينبع. الله الله. اما بعد رحنا هلا بدي شيء احكي عن الاستاذ عصمت واللجنه اللي كانت موجوده، اللي هو ابراهيم جودات وعبد الفتاح سكر الله يرحمهم. وقتها قالوا لي انه غنيت الاغنيه بشكل رائع، حتى تفوقتي عن صاحبتها صاحبه الاغنيه. فالحمد لله انه صح كانت ببداياتي، بس قدرت اني اثبت وجودي. صح انا ما انعرفت اعلاميا او فنيا او من مدلي بشكل مباشر يد العون، هي كل ما هنالك مبادرات او محاولات صغيره حاولت اني انا احط بصمتي فيها. نجحت الحمد لله بهذا البرنامج. حاولت اني سجل اغاني لهيئه الاذاعه والتلفزيون، للاسف بهذاك الوقت من مدلي ايد العون. تفاجأت بأحدهم انه بالصدفة كنت فايتة على هيئة الإذاعة وتحديدا دائرة الموسيقى، فأحدهم عم يقول مين شام كردي بدي أعرفه. أحدهم ما عرفت مين هو. كلهم يعملوا لي هيك حركة بعيونهم، أوعك لا تحكي. أنا تعبت ما عرفت لأنه جو جديد علي، وهذا الشخص ما بعرف ما بعرفه، شلون بدي أحكي عن حالي أو أقول له أنا ما بعرفه مين هو. تفاجأت انه هذا الشخص بالصدفة سمعان وقت المونتاج الأمسية أو البرنامج الهواة أستاذ رضوان رجاوي. تمام. وهذا أحد الأشخاص اللي حب صوتي كشام كردي، وسأل عني وقت المونتاج البرنامج نادي الهواة. صار يقول لهم أنه مين هي شام كردي، أنا حابب أنه أعرف أسمع صوتها. الكل يعمل لي هيك أنه كان هو أنه البرنامج بما أنه إذاعة فأكيد مو معروف الشكل. طبعا مو معروف مين الشخصية. فأنا حبيت هاي الشغلة فيه بعد وقت، أني أنا بحب الشخص او المستمع يحب صوتي كفنانه قبل ما يلفته الشكل، لانه الشكل اساسا هو مش دايم. فاحدهم بالغلط نادى لي
قام لي انت شام كردين؟ تمام انا شام كردين. اجت الضحكه يعني كان طول الوقت عم يغمغموا وما بدهم يحكوا واحدهم زلق. فقال لي انا حابب اتعاون معك. وكانت فعلا اول شيء او اول شعره تلفزيونيه بهذاك الوقت اسمها المعار، اخراج ايمن الضلي وكلمات والحان رضوان رجب الله يرحمه. وهذا الشخص والحمد لله يعني انعرضت لمره واحده وبعد منا اتفقت انا والاستاذ رضوان انه يكون في شغل بيني وبينه. هي مجموعه اغاني صوفيه بس للاسف ما قدرنا نكمل بحكم القدر، انه هذا الشخص على ما يبدو كان عم يعاني من شيء مرض حاله مرضيه، فسافر على حلب. هو من حلب، بوجه تحيه لكل شيء، كل مواطن وكل مقاتل بحلب. تمام. فهذا الشخص للاسف كان لي الامل اني انا يكون في شغل بيني وبينه، بس للاسف القدر كان اقوى مني ومنه، فراح لحلب وودع. الله يرحمه. رحنا. تمام. بعدين احلى صوت. احلى صوت. هلا صوت الشباب بوجه لهم تحيه، كان لهم كمان احد بوجه تحيه لاسرة صوت الشباب. تمام. فردا. طبعا. وهنا لهم انا بعتبر حالي اني انا بنت من هالهيئه، حتى لو من عده اذاعات انا بنتهم، لاني انا اول ما انطلقت من عندهم، مستحيل اني انكر فضل حدا منهم او جميله. كانت هيئه الاذاعه والتلفزيون هيئه الاذاعه صوت الشباب، وكانت ببدايتها، واقترحوا انه يكون في برنامج هواة نوعا ما يكون مطور اكثر، كل العالم تسمعه، يكون في دعم اكثر. فكان هو برنامج احلى صوت على صوت الشباب. وكانت اللجنه بهذاك الوقت مكونه من الاستاذ هادي بدونس، بوجه له تحيه، والمدام الهام ابو سعود كمان نفس القصه، وهيثم امين مع حفظ الالقاب، بوجه لهم تحيه وحب وشكر وعرفان لكل حدا خدمني بنصيحه وخدمني بكلمه. فشاركت بعدة أغاني وحاولت إني أنا أتجه للون الجبلي. أستاذ هادي قال لي صوت أنتِ مو هون ملعبك. هاي النقطة اللي أنا كنت أنا وياك عم نحكي عليها، إنه كل حدا ممكن يحب شيء بس مو ملعبه، فلازم الواحد يختار اللون اللي بيناسبه. ومو شرط إني أنا بحب مثلا فيروز إجي غني لها، أنا ممكن استلذ واستمتع بصوت فيروز، بس يمكن أنا ما أقدر غني لها لأنه هي كتلة إحساس، أنا يمكن تكون كتلة قوة. فقال لي شام انت شوي بعديلي عن الجبلي، مش استقلال ولا انتقاص من قدر الاغنيه الجبليه او الشعبيه، بس انت ملعبك الطرب فاتجي. هلا بهذاك الوقت كان في لي اغاني غنيها اغاني الطربيه، بس ما كنت مركزه عليها، ما حس حالي اني انا هون. لا بس بعد وقت من خلال نصيحه الاستاذ هادي ونصيحه كل الموجودين طبعا، قالوا لي انه الطرب هون ملعبك، ركزي دربي اكدي على هذا الموضوع. بهذاك الوقت غنيت اغنيه لذكرى الله يرحمها، وغنيت اغنيه لنصري شمس الدين، غنيت اغنيه لمها الجابري. عم حاول اني انا اكون انتقي الاغاني للمطربين السوريين اضافه للمطربين الغير سوريين، لانه هن كمان ذخيره فنيه كبيره. غنيت لشيرين عبد الوهاب، غنيت لسعاد محمد، والحمد لله طلعت من بين 11 شخص صبية وشاب يعني، والحمد لله كان إلي بصمة، بس للأسف ما أبصرت النور لضعف الإنتاج، لضعف الدعم الإعلامي، ضعف يمكن كمان يمكن ما كان عندي علاقاتي، لأنه هو الفن كمان مجموعة علاقات، هو شبكة علاقات، فلان بيعرف فلان، بيزكي فلان، مو عن عبث انه مثلا انا بعرف فلان او فلانة انه صوت او كاتب او ملحن، انه والله ليش ما تتعاون معه، يكون في هيك شيء. للاسف بهذاك الوقت انا شبه علاقاتي مقوقعه يعني، ما كنت كثير مركزه اني انا اتواصل مع حدا. هلا قبل ما تكملي رح تغني لنا شيء طربي. شو بيصعب علي بعدك عن عيني، شو بيصعب علي بعدك عن عيني، لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك. والله ما في انساهم. لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك.
ضلك فكر في ضلك فكر في فكر بقلب الكان خيمة دفا وحنان فكر بقلب اللي كان خيمة دفا وحنان يجمع بظلها رضاك ويسعدك حيمان فكر بقلب اللي كان خيمة دفا وحنان يجمع بظلها رضاك ويسعدك حيمان عم قولها وصيت يا نور عيني لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك ضلك فكر في بقى فكر في الله بس لا لسه في حب هلا في ليك هلا اذا بدنا نقعد نحكي بهالمتاهة الحب في بس مو متكامل الكمال لله يعني للاسف طبعا الكمال لرب العالمين بس في شيء بدي اقول لك عنه انه دائما بيكون الحب ناقص بيكون اغلب عند حدا اكثر من حدا ممكن يكون انا بحب حدا بس هو يعني بيحبني شوي او هو ممكن يكون بيحبني كثير بس هو انسان عادي بالنسبه الي فهذا الحب المتكامل او هذا الحب اللي بتحسه انه طالع من القلب ما في مصلحه ما في غايه ما عاد في ما بتلف تحت جروحاتي لا للاسف ما في لا للاسف للاسف وخاصه يمكن انا برجي الميزان يمكن انا حساسه فمو اي حدا بيقدر يطبق على دماغي بعض منا بعدت هلا في كان قبل لا بعض منها سجلت عدة اغاني سجلت شي اربع اغاني عدة اغاني تمام لعدة ملحنين سوريين منهم من ابراهيم جودة الله يرحمه في ماجد زين كلمات في اغنيه ويلو المحبي هي كانت كلمات الاستاذ نظمي عبد العزيز الله يطول بعمره ويديم عليه الصحه والعافيه والحان ابراهيم جودة الله يرحمه وكانت هاي الاغنيه يعني فعلا انا حسيت حالي اني انا حبيتها وحسيت حالي اني انا ممكن اكون موجوده فيها وسجلت عدة أغاني كمان منها صديق دمشقي ماجد زين العابدين طيب هلا شو السبب إنه أغاني الإذاعة بتموت؟ يعني مع إنه في كلام كتير جميل لحن كتير حلو ما عم يصلوا للناس ما حدا عم يسمعهم يعني أوكي عنا مكتبة الإذاعة آلاف الأغاني ما حدا سمع فيهم هلا في عدة عوامل إذا بدنا نقعد نحكي في عدة عوامل إنه هاي الأغاني عم تموت أول شيء ما في الدعم الإعلامي هالكبير صراحة يعني مع احترامي كل حدا بيشتغل بهذا المجال ما فيها الترويج ما في شركات إنتاج للأسف نحن كمان نركض وراء الإبهار المرئي أكثر من الصوتي إيه هلا صار إيه للأسف صار فهي أحد العوامل يعني هدول أحد العوامل اللي أثرت علينا كفنانين وعدم انتشارنا فنية وموت كتير أغاني وكتير في عنا نحن خامات وقدرات فنية ككتاب وكملحنين وكمطربين للأسف ما عم يفصلوا الضوء من وراء هالأشياء اللي حكينا عنها فبتمنى يا رب نلاقي النافذة وننطلق منها مو ننطلق ومنزد حالنا الفنان صار لازم هو يشتغل لوحده للأسف بس بدها ميزانية كبيرة بدها ميزانية كبيرة فشوي يعني ممكن تكون صعبة علينا نحن كفنانين بعدتي بعد منها حاولت اني لا بدي اقول لك شيء حاولت اني انا سجل اغاني للاسف منعت لاسباب اني انا لست نقابيه والشلليه وهي القصص اللي كثير نحن بنحكي عنها ولا حياه لمن تنادي انت بعد وقت بعدت اتجهت لشغلي يعني باعتبار اني انا موظفه بس ضل عندي هاي هاجس او هاي الفترة الفنية اللي انا حابة انها تضل موجودة عندي ما بيمنع اني انا صح بعدت بس ضليت عندي هاي التدريب والغنى والممارسة كفن وكغناء وبالبيت عم تشتغلي على ايه تمام على الادوات عم بشتغل عليها
بعد وقت احد اصدقائي عم يقول لي انه شام كانت دار الاوبرا مؤسسه شبه جديده واحد الفرق ومن بيناتهم فرقه طرب بقياده طرب بقياده ماجد سرايدين موجه له تحيه والله يغفر له. قالوا لي انه هذا الشخص عم يستقطب الاصوات وعم يدعمها وعم يشاركوا من خلال حفلات بالدار. فطلعت هيك انه هذا حلمي اني انا اوقف على دار بدار الاوبرا وغني انا وصغيره. صح انا وبالبيت اقعد غني بس اتخيل انه في حدا قدامي عم يتابعني واقفه قدام عالم عم سميعه طبعا. فكانت هي اول خطواتي وتمنيت اني انا اكون فعلا بدار الاوبرا. رحت التقيت بهذا الشخص استاذ ماجد سراي الدين سمع صوتي قال لي اوكي اتفقنا. شاركت معه بعدة حفلات منهم احياء ذكرى اسمهان ومحمد محسن الله يرحمهم ضمن دار الاوبرا وحتى بمحافظه السويدة بمركز الثقافي السويدة ومديريه مديريه التربيه بالسويدة. بدنا نسمع شيء لاسمها. ايه يلا. يا بتاع الورد يا جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من سح الوصف قالوا عالخد الورد الورد يا جماله الأحمر من بدعه وجد وهيامل أحمر من بدعه وجد وهيام قلته يا لطيف والأصفر من ريحته غيرة وألام ارحم يا رقيب والأبيض ده العفة ريحة وغرام مقطف يا شريف رسول العشاق سمير المشتاق رسول العشاق سمير المشتاق رسول العشاق سمير المشتاق الورد 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 يا جمال الله على الورد وصوت الورد وهالأداء الحلو والإحساس العالي الله يسلمك يا رب. عنا كتير ناس مثلك مظلومين الحمد لله بس يعني حاولت اني انا حط بصمة صح ما اخذت هالمجال الكبير بس بشكر الله اني انا قدرت حط شام كردي على الساحة يجوز مو تكون هي الفنانة الاولى صح بس قدرت الحمد لله اني حط بصمة مو المهم انه نكون اول او اخر بس المهم نكون موجودين حطيت ناس تعرفنا حطيت خط عم بشتغل عليه وان شاء الله يا رب الله يقدرني اني انا ما خاطر براسك انك تعملي شيء هلا لإلك خاص فيك من هذا اللون الطربي؟ في بس مثل ما قلت لك الميزانيه او شركات الانتاج اللي نعيدها معنا يعني هذا احد الاسباب اللي عم ياخر اني انا اقدر اعمل شيء. طيب دائره الموسيقى ما قدمتي لهم شيء نص وافقوا عليه؟ رفض قلت لك الاسباب نفسها ماني نقابي تمام ماني نقابي وجود الدكتور مسلمه كمان نفس الاسباب تمام اذن اعمال كذا زونات العمل هلا اذا بدنا نقعد نحكي بتفاصيلها لناس وناس؟ لا ما راح اقول لناس وناس هي بفتره من الفترات كانت ممنوعه توقفت بالهدف هون انا ما بقدر اني انا لوم عليهم. ليه ما بتقدمي على نقابة الفنانين؟ هلا هو انا في شويه تاخير من عندي يعني انا حرام ما تكوني عضو نقابة انت ممكن يعني الاستاذ هادي اكيد هذا الصوت الجميل ما حيقول له لا انا بعرف ومتاكده من هذا الشيء بس يمكن يكون في هون هي النقطه كمان انا مقصره بحق حالي بهي النقطه يعني انت ظالمه حالك فيه انا ما بقدر اقول لك لا هلا في السنه
هي مشان يلا معناها ايدي وايدك. انا بتدعمني انا مش لا بتدعمني تكرم عليك تسلمني. بنروح لمزيه اسعد. كان له شيء مميز بحياتي. الفضل الكبير الاول والاخير. الاخ والصديق اللي انا كمان بوجه له تحيه كبيره. وانا كمان انسان بكل معنى الكلمه. صح انسان وفنان بنفس الوقت. طبعاً. انسان حساس بيحترم. قائد فرقه موسيقيه. تمام بيحترم كل حدا تعامل معه. بفتره من الفترات قلت لك غنيت بدار الاوبرا ورجعت بعدت ظروف الحياه الاسباب كمان انه قلت لك انه ما عم بقدر اخطي. وقفت بمكاني احد اصدقائي يعني شوف كمان الاصدقاء لهم فضل علي انا ما بقدر اني انكره. احد اصدقائي قال لي انه شام حرام تدفني موهبتك خليها تبصر النور اقل شيء انه الطاقه هاي الموجوده عندك الطاقه الفنيه تطلع. قلت له طيب شو بدي اعمل؟ قال لي في جوقات ممكن تنضمي لها. كان من بيناتها جوقه تهليله هي جوقه فنيه بتغني ترانيم تراتيل اسلاميه مسيحيه فشاركت بها. شلون هذا الشيء يمكن بس بسوريا؟ نحن على هاي التميز نحن هذا موجود عنا باعتبار انه نحن نتمتع بتنوع طائفي بتنوع ديني بتنوع حتى فسيفساء سورية كاملة فسيفساء متكاملة ما في وحدة منهم بتقدر تبعد عن الثانية وكلنا على فكرة نحن منكمل بعض كيف. الحمد لله. فهي النقطة أنا حبيتها من هذا المبدأ اللي أنت حكيت فيه ومبدأ أني أنا حابة أنه طلع الطاقة الموجودة. صح أنا ما رح نعرف فنيا بس عندي طاقة لازم تطلع. فشاركت ما امتى حدا بيسمعك امتى حدا بيشوفك وفعلا هاي الصدفة لعبت دورة. جيت عم غني قدام الأستاذ نزيه أسعد وما كان لسه بيعرفني فقال لي أنه شو بدك تغني سمعيني. غنيت رقة حسنك وسمارك غنيتها وفعلا الحمد لله كل شيء موجود انبهر. ووقت الأستاذ نزيه قال لي حرام أنت مانك مكورال مزي قاس بالمكورال اطلاقا بس انت سولو. سولو انت قادره انك تغني سولو وبكل تميز. قلت له للاسف الظروف نفسها اللي حكينا عنها. هلا رح اغني لك رقه حسنك وسمارك انا بحبها جاهزين رقه حسنك وسمارك رقه حسنك وسمارك تقولي لي كيف منين خف دمك دشعرك خف دمك دشعرك والمعنى برموش العين يا محل روح يا محل روح يا محل الروح يا سمر بوتر ياما ياما سليتك بوتر ياما ياما سليتك وسمعك من وحي الله وبلحن ياما ياما حكيتي وبلحني ياما ياما حكيتي ما منك غير نغمة آه يا محلى روح يا محلى روح يا محلى الروح يا سمرة حياتنا للسمر وللحنطيم وللشقرة مشان نجبروا خاطر الكل وللبيضة ولها الصوت الحلو الله يسلمك يا رب خليني كان له فضل كمان باشتراكك بالاوبريت تمام هو اللي رشح لي عرفتي من خلاله اللي انطلقت وانعرفت هي كشام كردي كان له الفضل علي الاستاذ نزيه بهي بانطلاقتي الفعليه شاركت بأوبريت بالحب نعمرها اللي كان هو من كلمات عيسى الظاهر وألحان يوسف علي وجه له تحية انطلقت من خلاله ونعرفت كشام كردي وتتالت النشاطات والمشاركات ومنها شارت نساء من هذا الزمان هي أحد البصمات كمان اللي كانت مميزة ومختلفة عني يعني أنا بيوم ما بيوم الأيام
كنت اتوقع اني انا كشان كردي غني هذا الستايل الكلاسيك او الرومانسي كتير. بغني طرب بغني الشرقي بس ما توقعت اني انا ممكن غني الكلاسيك او لا. دائما في ناس بيكتشفوا بالاصوات شيء يمكن هو صاحب الصوت مو مكتشف. انا عم اقول لك هلا انت مثلا كان كنت شايفة انه الجبلي فالاستاذ هادي مثلا كان وجهي للطرب باتجاه الطرب اللي هم هي كمان نقلة. هي احد كمان النقلات اللي الاستاذ سعد الحسيني كمان بوجه له تحية والاستاذ سامر الغزال هو كاتب الاغنية او شارة المسلسل. فلهلا الحمد لله بتجيني تهاني وتبريكات على هاي الشارة انه انت فعلا كنتي مميزة فعلا انت حققتي نقلة فعلا انه اثبتتي جدارتك بلون ان احنا ما كنا نعرفك انك انت ممكن تغني. حتى انا شخصيا وقت اللي عرض علي الاستاذ سعد الحسيني قلت له مستحيل، عملت له مستحيل غنيها. قال لي ليش؟ عم تنتقدي من الاغنيه، هو فهمها هيك بالمعنى. قلت له لا حلوه بس مو ملعبي ما بقدر. عملت له ما بقدر مستحيل. وقت اللي فتت على الاستوديو فعلا انا حسيت حالي اني انا انتقلت لعالم ثاني بهي الاغنيه، ومين ما سمعها حتى انا شخصيا وقت سمعتها طلعت هيك هي انا عن جد. يعني بتجي الواحد انه يا الله انا اللي غنيتها شلون طلعت معي، لانه هي ستايل ولون مختلف عن اللون اللي انا يعني مشيت عليه. فبوجه تحيه للاستاذ سعد الحسيني بشكره بقول له انه انت لك الفضل كمان علي انك خليتني اني انا اكتشف بنفسي شيء انا ما كنت ماني كنت عارفانه انه موجود فيي انا كشام كردي. هلا شو بتفكر او شو بتحلم شام لبكره؟ شو حاطه براسها شيء؟ شو بتتمنى؟ هلا انا ما بقدر هلا اقول لك شيء، ما بقدر اقول لك انا شو بتمنى لانه دائما الانسان لازم يكون عنده هيك اجنده كاتب فيها شيء. اكيد انا بكره مثلا لازم اعمل كذا لازم. اكيد اكيد هلا هذا الشيء موجود عندي. هلا اذا بتفتح عندي دفتر صغير اذا بتفتحه بدي اعمل كذا، بدي اسوي كذا، بدي اشتري كذا. قد ايه بتحققي يعني منه من هدول اللي بتكتبيهم؟ يعني تقريبا يعني الحمد لله تقريبا 70%. تمام. يعني بشكر الله اني انا في اشياء انا ما كنت عارفانه حالي اني انا متوقعتها وصارت. هلا حلمت فيها تمنيتها وهي من بيناتهم اني انا غني بدار الاوبرا وكرر التجربه مره واثنين وثلاثه. هذا فضل الفضل لرب العالمين وبشكر الله وبشكر كل حدا وقف جنبي فيها. بالنسبه لفرقه تهليله بدي ارجع لهالنقطه. وقت اللي انضميت لهي الفرقة بعد وقت رشحني الأستاذ نزيه إني أنا غني من قاسيون يطل يا وطني، كون هاي الأمسية بعيدة شوي عن الدين أو الطائفة ونغني للوطن، والوطن ما له لا دين ولا له طائفة. طبعا الوطن طبعا دين لله، الوطن للجميع طبعا. فوقتها انضميت لهي الجوقة كمان مرة تانية كسولو ومنفرد مع عدة مطربين وشباب كان لهم اصواتهم وكان لهم تميزهم. غنيت من قاسيون اطول يا وطني والحمد لله كمان رجعت حطيت بصمه اثبتت اني انا كمان موجوده بالاغنيه الوطنيه حتى لو انا جددتها بصوتي بس باسلوبي كشام كردي. حلو. هلا بدنا نسمع منك كلمه اخيره لمين بتحبي توجهيها ونختم مع من قاسيون اطول يا وطني. مين بتحبي تشكري بهذا اللقاء؟ فيني حدا هلا شيتي كذا؟ هلا انا ما بقدر اني اذكر اسامي لان في كثير من خلال المراحل اللي نحن حكينا فيها حكيت عن الاشخاص اللي كان لهم بصمتهم ولهم فضل علي. بس بالمجمل بشكر كل حدا امن فيني، كل حدا مد ايد العون الي، ساعدني اني احي عده حفلات بدار الاوبرا منها احياء ذكرى روبا الجمال على حفلتين متتاليتين ان كان تابع على مديريه المسارح ولا دار الأوبرا باعتبارهم أنهم تابعين لوزارة الثقافة. بشكر كل حدا قيم بموقعه دعمني سواء كان بيعرفني ولا ما بيعرفني، آمن فيني كصوت كشام كردي كفنانة كمطربة سورية. بشكره من كل قلبي. بشكرك لأنك دعيتني على هاللقاء الكتير مميز. طوشني هلا أنا بحكي بالشامي كتير. الله يسلمك. هاي كلمة تقبشني لغوة عندي. بشكركم، بشكر كاست العمل من مخرجين من معدين من مصورين من إضاءة من صوت من كل حدا كان له الدور بلقائي هذا. بشكركم من كل قلبي وبشكر كل حدا
دعمني ورح يدعمني مستقبلا. طيب من قاسيون. من قاسيون أوطل ويا وطني، فأرى دمشق تعانق السحبا. من قاسيون أطل يا وطني، فأرى دمشق تعانق السحبا. آذار يدرج في مرابعها، والبعث ينثر فوقها السحبا. آذار يدرج في مرابعها، والبعث ينثر فوقها الشهوبا. أو سكرة للمجد في بردا، خلت على شفة العلا حبابا. أم أن سحرا نستها ويدا، ردت إليها القلب والعصبا. عجبا كأني الآن أعرفها، شمما كما يرضى العلا وصبا. الله